على ده تعالوا نشوف استخدام الفضائح في الانتخابات الأمريكية. دونالد ترامب انتوا عارفين يعني هنا لأنه بيركز على قضية الخيانة الزوجية لكلينتون زوج منافسته هيلاري كلينتون، فيعني يبدو أنه البعض قال تعالوا نبحث نفتش عن فضيحة جنسية لدونالد ترامب، فوجدوا تسجيلا صوتيا يعني بيتكلم فيه بإباحية شديدة في امتهان للمرأة، يعني بيتعامل مع المرأة بيتكلم ازاي هو بيغويها يعني وكيف يقوم بإقامة علاقة معاها. تم تسريب هذه التسجيلات، وهنا استخدمتها هيلاري كلينتون أو ما زالت تستخدمها الآن للتأثير على النساء. شوفوا من سيجلس كما يتخيل يعني على سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بيتعامل مع المرأة ازاي، بيمتهنها ازاي وبيهنها ازاي، وبالإضافة إلى اللغة يعني اللي بيستخدمها دونالد ترامب. زي ما بقول لكم لعبة الفضائح في الانتخابات الأمريكية تحديدا، خاصة انه ترامب بيركز ايضا على بعض الفضائح اللي سقط فيها كلينتون، وبالتالي يعني هنا بيتم الرد عليه بهذا الأسلوب. ومن المتوقع أن لعبة الفضائح المتبادلة تزداد خلال الأيام القادمة. وضع المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب نفسه في مأزق يهدد فرصته بالفوز بعد التصريحات البذيئة التي أدلى بها حول النساء رغم اعتذاره عنها، لكنها أثارت تشمئزاز شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري، وصارعت منافسته الديمقراطية التي تتقدم عليه في استطلاعات الرأي إلى استثمارها لاستمالة الناخبات. وفي محاولة منه لاحتواء تداعيات تصريحاته البذيئة حول النساء، سجل ترامب شريط فيديو ووزعه على الصحافة قال فيه: كنت مخطئاً وأعتذر. I've never said I'm a perfect person nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret, and the words released today on this more than a decade old video are one of them. Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong. And I apologize. I've traveled the country talking about change for America, but my travels have also changed me. I've spent time with grieving mothers who've lost their children, laid off workers whose jobs have gone to other countries, and people from all walks of life who just want a better future. I have gotten to know the great people of our country, and I've been humbled by the faith they've placed in me. I pledge to be a better man tomorrow. And will never ever let you down. والتصريحات التي اعتذر عنها ترامب تضمنها تسريب تسجيل فيديو له يعود إلى عام 2005 يدلي فيه بكلام بذيء ينم عن سلوك مهين للنساء، وحصلت صحيفة واشنطن بوست على الفيديو ولم ينف ترامب صحته. She was married. That's huge news, Sarah. No, Nancy. Yeah. No, this was... And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a... but I couldn't get there. And she was married. من جانبها حثت هيلاري كلينتون النساء في الولايات المتحدة على منع منافسها ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض بعد الكشف عن الفيديو الذي تفخر خلاله بقدرته الجنسية. ويأتي الكشف عن هذا الشريط قبل ساعات من المناظرة التي يخوضها ترامب ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون غدا الأحد. زي ما بقول لكم لعبة الفضائح المتبادلة سوف تزداد خلال الأيام القليلة القادمة قبل أيام الحسم أو قبل ساعات الحسم الأخيرة في الانتخابات.